السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنتكلم عن الترانسفورمرز أو المحولات باللغة العربية. الترانسفورمر أو المحولات موجودة في مختلف التخصصات، موجودة في الكهرباء بمعنى كذا قطاع جميلة، ممكن تكون صغيرة أو كبيرة على حسب التخصص. تسمى المحول أو الترانسفورمر، تقوم بتحويل الكهرباء بين الأجهزة، موجودة في الرياضيات، في الجبر الخطي، موجودة في الأحياء، موجودة في الاتصالات السلكية واللاسلكية، بل وحتى موجودة في أفلام، كذا في سلسلة أفلام تقريبا تسمى المحولات. فمصطلح الترانسفورمر شائع ورائج، لكن يجب معرفة في أي مجال نتكلم عن. بنتكلم عن الترانسفورمر في الاي اي أو في الذكاء الاصطناعي، لا سيما في التعلم العميق. الترانسفورمر هي عبارة عن أركتكشر، عبارة عن بنية ظهرت في 2017 وساهمت بشكل كبير في تطوير الناتشورال لانجويج بروسيسنج، أو ممكن نسميه معالجة اللغة الطبيعية. فطبعا كان في أركتكشرز من قبلها، لكن الترانسفورمر كانت أفضل منهم بكثير وحلت مشاكل الأركتكشرز الأخرى تعاني منها. هذه هي البنية أو الأركتكشر الخاصة بالترانسفورمر. الهدف في هذه السلسلة أنه نفهم كيف يتم أو كيف تتم العمليات بداخل هذا الترانسفورمر. من أجل فهم هذا الشيء، طبعا هذا بيكون للناس المهتمة في تطوير خوارزميات في هذا المجال، في الديب ليرنينج، في الاي اي، ففهم هذه الخوارزمية بشكل كبير طبعا اولا بيعطي الباحث والمهندس القدرة على استيعاب العمليات التي تتم في هذا النموذج. اثنين، تساعد الباحث في استبصار او التفكير بتطوير لهذه النماذج، لهذا الذكاء الاصطناعي، لهذه الاركتكشر. ممكن غدا يضيف شيء جديد يساهم في تطوير هذا المجال بشكل أكبر بكثير. شرح الاتنشن أو بعض النقاط أو البلوكس في هذه الاركتكشر ممكن يساعد المهندس طبعا أو الباحث برضو في استيعاب خوارزميات أخرى، نماذج باترنز معينة أخرى في موضوعات أخرى ذات صلة أو غير ذات صلة. برضو بيفهم الارتباطات التي تتم بداخل هذه الاركتكشر، ممكن يصنع بها شيء آخر إما في الاي اي أو في غير الاي اي. فهي بتكون طبعا للناس المهتمة بالتطوير. الناس اللي حابة فقط تستخدم النماذج اللغوية الضخمة أو الخوارز الموديلات أو النماذج المعتمدة على الترانسفورمرز مش لازم يتعلموا هذه السلسلة، هم فقط حابين يتعلموا استخدام هذه النماذج، وهو سهل جدا حاليا عن طريق مكتبة الترانسفورمرز. فبنمر هنا بسرعة، كمان بتكلم باختصار عن هذه الورقة العلمية وإيش ممكن نتوقع في هذه السلسلة. باختصار شديد، هذه الاتنشن زولوني دي عبارة عن ورقة بحثية ظهرت في 2017 عرفت بمصطلح الترانسفورمر أو بأركتكشر الترانسفورمر. كما ذكرنا في 2017 اسمها الاهتمام هو كل ما تحتاجه، اتنشن زولوني. والذي قاموا بهذا البحث أصلا هو عبارة عن نخبة باحثين في شركة جوجل ومن جامعات أخرى مثل تورنتو في كندا. فالذي قاموا بهذا البحث هو مش بحث سهل طبعا، قاموا فيه عبارة عن خبراء في هذه الشركات لا سيما جوجل، حتى لو تشوف المسمى الوظيفي يسمى عقل جوجل. البحث هذا ما جاء كذا نتيجة الصدفة، بل جاء بعد عدة تطورات. كان في خوارزمية أو أركتكشر اسمها RNN، بعدها STM، بعدين GRU، مرت مراحل وكان في كل أركتكشر تحل مشاكل الأركتكشر التي تسبقها. لما جاءت الترانسفورمر هنا وحلت المشاكل التي تواجهها هذه الأركتكشر وسوت تغيير حقيقي في هذا المجال. فلهذا السبب أنا أرى الباحثين المهتمين جدا لازم يفهموا طريقة عمل هذه الأركتكشر، لأنها بتسهل أشياء كثيرة جدا جدا جدا. فأبستراكت الخلاصة بيتكلم بشكل بسيط عن كم استغرقوا في التدريب، ايش الجي بي يوز اللي استخدموه، ايش التاسك. طبعا التاسك كانت ترجمة بين اللغة الانجليزية والالمانية. في الانترودكشن بيتكلم بشكل مختصر عن بعض الاركتكشرز السابقة وبعض الفوائد في هذا في هذه الاركتكشر. مثلا بنذكر مشكلتين وحلها في هذه الاركتكشر. في الاركتكشرز السابقة كان في مشاكل طبعا عديدة، بنذكر ثنتين منها. الاولى انهم سيكوينشال، يعني sequentially processed، إنه معالجة متتالية، يتم معالجة هذه الموديلات أو تدريبها بشكل متتالي. بمعنى التوكن أو الكلمة الأولى بتدخل الموديل
وبعدين الكلمة الثانية بتدخل والثالثة بتدخل، وهكذا بيتدرب الموديل step by step، مرحلة بمرحلة. وهذا بياخذ وقت طويل جدا في التدريب، وبياخذ قوة يعني نوعا ما نتركها على انه بياخذ وقت جدا، time complexity او تعقيد الوقت فيها عالي جدا. الشيء الثاني كان الفانش، او نخليها الفانش جريديانس، ان الجريديانس او اكسبلودن جريديانس، فانش اكسبلودن جريديانس. الجريديانس اللي عبارة عن القيم التي يتم اشتقاقها وحسابها مع الويتس او المتغيرات بداخل هذا النموذج، فكانت اما تختفي لكثر العمليات او انها تنفجر من كثر العمليات برضو، لانها تكبر 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 بوم، تختفي 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 او تصغر 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 لما تختفي. فهذا هذه الاركتكشر تعالج هذه المشكلتين، الفانش والبارالل. طبعا في الترانسفورمر ما بيدخلوا ستيب باي ستيب في التدريب الكلمات وكذا، بتدخل على طول بارالل، يعني 50 كلمة تشك طلعت كذا كبارالل مرة واحدة. إن شاء الله تكون الفكرة وضحت. يعني بمعنى آخر في الار ان ان، إذا عندي 50 خطوة في الترانسفورمر بيأخذها في خطوة واحدة. إن شاء الله تكون الفكرة وضحت. فهذه كانت الفرقين الأساسيين والأكثر أهمية في هذه الأركتكشر. طبعا هنا عندك الأركتكشر تتكون من طرفين، الطرف الأول يسمى إنكودن أو الإنكودر ممكن نسميه، والآخر الديكودن أو الديكودر إذا تحب. فهذا بيكود البيانات بشكل معين، وهذا القس بيسوي ديكودن للإنكودن فاليوز. في برضو معلومة مهمة، هذه الأركتكشر على فكرة قسمت إلى ثلاثة أقسام. الأول هذا الإنكودر على فكرة الآن بيستخدمه في تدريب نماذج مختلفة. القسم الأيمن بيستخدم في تدريب نماذج مختلفة يسمى الديكودر، أو نماذج مختلفة يتم تدريبها بالأركتكشر كاملة. بمصطلح آخر من هذا الأركتكشر في ثلاثة أركتكشرز، الإنكودين أركتكشر هذا فقط، الديكودين أركتكشر أو إنكودر ديكودر أركتكشر، ثلاث أركتكشرز. التي على اليسار الإنكودر أو الإنكودين تستخدم في الكلاسيفيكيشنز اللي هي التصنيف، في عمليات التصنيف text classifications ممكن نذكرها، انه مثلا زي sentiment analysis تحليل المشاعر، مثل تصنيف النصوص الى spam وغير spam، الايميلات مثلا او الى اخره. التي على الايمن اذا استخدمناها فقط، التي على الايمن تسمى او تستخدم ك text generation، طبعا بنحذف هذا القسم، فبتكون text generation اللي هي توليد النصوص زي chat GPT، زي bard حاليا من جوجل. ففي استخدامات للديكودر ك text generation إذا استخدمنا، والإنكودر طبعا بيكون زي التايم كلاسيفيكيشن زي بيرت في موديل أو بيرت من جوجل يسمى بيرت، بيستخدموه في الكلاسيفيكيشن تاسكس. إذا استخدمناهم الاثنين بيكون في عمليات أخرى زي الترانزليشن من لغة إلى لغة أو شيء زي كذا. فهذه الثلاثة الأركتكشرز المستخلصة أو الذي استخرجوها من هذه الأركتكشر. هنا في شرح الإنكودر، في هنا الديكودر، في هنا الاتنشن، الاتنشن ميكانيزم، الميكانيزم التي هي الأساس في هذا البحث، كيف إن الكلمة أو العنصر أو أيا يكون يركز على بقية العناصر ويكون بينهم علاقة. فهنا برضو بيشرح بعض الأشياء اللي لا تزال تابعة في الاتنشن، هذا بنذكره في درس آخر، كل قطعة منهم إن شاء الله. المالتي هيد اتنشن عبارة عن اتنشنز كثيرة، هما ما بيستخدموا اتنشن واحدة، بمعنى هنا عندك المالتي هيد اتنشن عبارة عن بارالل processing، يعني بيكون في نفس الكود نفس كل شيء، لكن عبارة عن layers مختلفة من أجل تأخذ صفات أو features مميزات خاصة بالبيانات بشكل آخر. هنا بيأخذ شيء معين والأخرى بتأخذ شيء معين إلى آخره. هنا عندك multi-head زي ما ذكرنا، هنا عندك تطبيقات ذكروا، هنا برضو عندك هنا encoder decoder attention، عندك هنا encoder وعندك هنا decoder، سووا كذا ذكر بسيط. عندك هنا الوايز فيد فورد نتوركس، بعد ما يخلص الاتنشن بيعطوها الشبكات العصبونيه الذكيه. عندك هنا الامبيدكس اند سوفت ماكس، عندك هنا برضو البوزيشنال انكودنج، هذا كله بنتكلم عنهم. هذه المعادلات كلها بنحولها الى كود وبنشوفها في الكود مع شرح نظري وتطبيقي. عندك هنا وايز سيلف اتنشن، لماذا سيلف اتنشن بيشرح لك باختصار، التريننج الى اخره، الاوبتمايزر هم استخدموا ادم، في أشياء أخرى ممكن نستخدمها طبعا. عندك هنا الريزولز،
انا بمشي على فكره التستات هنا مثلا البي ال اي ايو تستخدم في عمليه ترانزليشن، في شيء اسمه ايفالويشن عند تدريب كل موديل، طبعا تعرفوا هذا الشيء، في ايفالويشن معين لازم تقيس جوده الموديل. هذا كان باختصار شديد اختصار شديد الورقه العلميه، يفضل تقرؤوها مره ومرتين حتى لو ما فهمتوها، يكفي تكونوا متقبلين انكم تسمعوا المصطلحات هذه مره اخرى. كما ذكرنا بنشرحها بلوك بلوك ان شاء الله. ببدا مع ممكن نشرح مصطلح اولا او في الفيديو القادم بنتكلم عن البوزيشنال انكودينج، والتي بعده ممكن بنشوف الامبيدنجز، لان البوزيشنال انكودينج اعتقد انه يكون ممكن اسهل بشكل معين، طريقه شرح طريقه استيعابه، وبعدين ممكن نشوف الانبوت امبيدنجز. طبعا بنستخدم قدر الامكان بنحاول نستخدم الكود البسيط اللي ما بيحتوي على مكاتب متقدمه، لانه بعض البلوكس في مكاتب تعطيك اياها جاهز، وفي بعض الحالات بنستخدم المكاتب الجاهزه بعد ما نضمن ان المصطلح او الفكره او ما الذي يدور بداخل هذه البلوكس مفهوم. اتمنى يكون الفيديو يفيد قليلا. هذه السلسله انا اكرر للناس اللي حابه تتطور في هذا المجال تتطور وتتطور. طبعا الناس اللي حابه فقط تستخدم الموديلات في منصات ذكرناها في فيديوهات اخرى زي هاجينج فيس، مكتبه ترانسفورمرز، على طول ممكن يستخدمها بدون ما يتعب نفسه. يومكم طيب.